السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الثاني من السؤال الخاص بنا، ودي راح نتحدث فيه إن شاء الله عن كيفية حساب الأفرج ويتنج تايم والأفرج تيرن أراوند تايم بالنسبة للشورتست جوب فيرست. مثل ما ذكرنا نقول إنه نون بريمتيف، أي أنه العملية الأقصر أولا تدخل أولا إلى المعالج، ولكنها لن تغادر المعالج حتى إذا وصلت عملية أقصر منها، وبالتالي راح يعني يكون عندنا مثل ما ذكرنا نون بريمتيف. أول خطوة بالحل مثل ما ذكرنا هي كيفية كتابة الكان شارت أو رسم الكان شارت، اللي هو مثل ما ذكرنا هذا الجدول الخاص بنا. حاليا احنا عندنا كم عملية؟ العمليات اللي عندنا هذه موجودة عندنا أربع عمليات، بالتالي يعني راح يتكون من أربع أجزاء. أول عملية واصلة عندنا الحقيقة احنا هنا ندور على شنو؟ ندور على شورتست جوب فيرست، العملية الأقصر أولا، الأقصر تدخل أولا. ولكنه إذا نجي هنا لو كان هذا مو موجود عندنا، راح يكون عندنا مباشرة العملية بي 3 تدخل أولا لأنه هي الأقصر، ثم البي نوت، ثم البي 1، ثم البي 2 لو لم يكن هذا الجزء موجود من الجدول، ولكنه لأنه عندنا arrival time يعني زمن الوصول، من غير المنطقي أنه نقوم بإدخال عملية هي لم تصل بعد. أي أنه هنا طبعا نوقف في اللحظة رقم واحد وصلت لدينا هذه العملية، فراح نقوم بإدخالها إلى المعالج. ولكنه إذا اكتملت هذه العملية يعني مباشرة نلاحظ أنه عندنا العملية هنا واصل عند ثانية اثنين، ثانية ثلاثة، ثانية أربعة، فلازم نأخذ هذا العين الاعتبار في تقرير ما هي العملية التي تدخل إلى المعالج. فهسه راح نجي ننطردها من وجهة نظر منطقية. اللحظة رقم واحد، وطبعا مثل ما ذكرنا سابقا اللحظة احنا بنقول عليها اللي هي سكوند، قد تكون ملي سكوند او مايكرو سكوند او نانو سكوند حسب سرعة المعالج او حسب وحدة الزمن المعطاة في السؤال. في اللحظة رقم واحد كان لدينا عملية واحدة فقط الموجودة اللي هي كي 3، فهذه العملية لازم تكون هي اول عملية تدخل الى المعالج لانه هي العملية الوحيدة الموجودة. ولانه نون بريمتيف ما راح ننظر الى اي شيء اخر الى ان تكتمل. هي وصلت عند اللحظة واحد واستغرقت ثلاث ثواني أو ثلاث أجزاء من الثانية، فانتهت عند اللحظة أربعة. في اللحظة أربعة الCPU scheduler وجدول المعالج سينظر مرة أخرى إلى العمليات الموجودة لكي يقرر ما هي العملية التي ستدخل بعد ذلك. ولكن نجي ننظر إلى اللحظة رقم أربعة، هي وصلت به العملية يعني باللحظة اثنين وصلت عندنا العملية الأولى، وباللحظة ثلاثة وصلت العملية زيرو، وباللحظة أربعة وصلت عندنا العملية بيتو. فبالتالي إنه كل العمليات حاليا وصلت، كل العمليات موجودة في طابور الاستعداد حاليا. إذا هذا الشيء بعد ما راح يكون له أي قيمة في الحل الخاص بنا، لأنه إحنا قاعد نشتغل على البريمتيف. لو كان الحل بريمتيف راح تكون الأمور مختلفة. الآن وصلت عندنا هذه العمليات موجودة ثلاثتهم، بما أن الخوارزمية الخاصة بنا هي شورتست جوب فيرست، العملية الأقصر تدخل أولا، راح تكون يعني بشكل طبيعي 5 6 7، راح تكون بي نوت بي 1 بي 2. هنا أيضا راح نجي نحسب بي نوت ايش قد مدتها 5 زائد 4 9. بالنسبة للبي 1 مدتها 6 زائد 9 15، وأخيرا البي 2 اللي هي مدتها 7، وإحنا أصلا عندنا 15 و15 زائد 7 22. بعد ذلك راح يكون حساب الأفرج ويتنج تايم والأفرج تيرن أراوند تايم بسيط جدا. مثل ما ذكرنا الأفرج ويتنج تايم راح يكون هو معدل زمن الانتظار بالنسبة للعملية بي 3، هي وصلت عند اللحظة واحد ودخلت عند اللحظة واحد، وبالتالي هي لم تنتظر شيئاً، 1-1. هنا طبعا صدفت انه هي 1-1 تشبه المثال السابق، ربما في الأمثلة القادمة او في اذا كان هناك ارقام مختلفة في هذا الجدول راح تكون عندنا نتائج مختلفة. بالنسبة للعملية بي 3 مثل ما ذكرنا وصلت عند اللحظة واحد ودخلت المعالج عند اللحظة واحد، فهي لم تنتظر شيئاً. بالنسبة للعملية بي نوت هي بدأت التنفيذ عند اللحظة 4، ولكنها وصلت عند اللحظة 3، أي أنها شكد انتظرت 4-3، يعني ثانية واحدة فقط انتظرت. بالنسبة للعملية P1 بدأت التنفيذ عند اللحظة 9، ولكنها وصلت عند اللحظة 2، وبالتالي هي انتظرت 9-2. وأخيرا بالنسبة للعملية P2 هي بدأت التنفيذ عند اللحظة 15، ولكنها وصلت عند اللحظة 4، أي أنها انتظرت فقط الفرق بين هذين الرقمين. هذا كله طبعا تقسيم 4 مقسم على 4 لأنه عدد العمليات 4. هذا مجرد راح يكون عندنا فد رقم معين يتم حسابه بالحاسبة أو باليد يعكسنا الأفرج ويتنج تايم اللي هو معدل زمن الانتظار للعمليات. بالنسبة للأفرج تيرن أراوند تايم اللي هو معدل زمن الانتظار الكلي راح يكون أيضا مثل ما ذكرنا سابقا. بالنسبة للعملية P3 راح يكون هو زمن الانتظار اللي هو 0 زائد مدتها بي 3 اللي هي 3 او زمن تنفيذها داخل المعالج.
زائدة. بالنسبة للكينوت مثل ما ذكرنا زمن انتظار هو واحد زائد زمن تنفيذ اللي هو 5. وبالنسبة للبي 1 أيضا زمن انتظارها 7 زائد زمن تنفيذ 6. وأخيرا بالنسبة للبي 2 زمن انتظارها هو 11 زائد 7 اللي هو زمن تنفيذ. أيضا هذا الرقم كله نقوم بتقسيمه على 4 راح يظهر عندنا الأفرج تايم أراوند تايم اللي هو زمن التنفيذ الكلي أو معدل زمن التنفيذ الكلي لكل العمليات. هذا هو ما يخص الشورتست جو فيرست. انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله راح أتحدث به عن البرايورتي.